بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم صالح سلطان، مرحبا بكم في سلسلة شارك ليك أو بحيرة القرش. اليوم الحلقة الأولى من نيوك. بصراحة لما خلصت الأعمال في من المايا والبرامج التانية وجبناها على نيوك وعملت الكومبوزيت على نيوك، لقيت الأمور بدأت تتعقد شوية يعني لطريقة الشرح، فكنت محتار كيف أشرح لكم الدروس هذه لأنه فعلا شوية متقدمة. فقررت أني أعمل دروس مبسطة أول حاجة، نخلص شارك ليك وبعدين إن شاء الله نتعمق في المواضيع التانية. إذا كنت جديد على نيوك، أنا عامل أظن 5 أو 6 دروس على صفحتي في اليوتيوب، سلطة ميديا، قناة سلطة ميديا على اليوتيوب. ممكن تروح هناك تشوف الدروس صفحها، من بعد ترجع هنا ونكمل الدرس هذا إن شاء الله. مش راح أعمله معقد كثير يعني، راح أعمله بأبسط الطرق يعني. بالنسبة للمواد اللي راح نستخدمها اليوم، عملت لها ريندر من المايا. ممكن تنزلوا نفس المواد، ممكن تنزلوها من صفحة 3D region. هناك ممكن تروح هناك وتنزلوا المواد راح نستخدمها اليوم. ما قدرتش ارفع الفيديو كامل، الفيديو كامل يعني كان بالجيجا بايتات، خاصة بالباسس الثانية اللي عملنا لها الريندر، عملناها بال هذه الفورمات تاع الاي اكس ار والحاجات هذه الثانية، فكانت ثقيلة جدا، فقط رفعنا لكم فريم واحد، لكن ان شاء الله تستفيدوا منه. طيب نبدأ. بسم الله. عادة اروح اخذ المواد هذه او الباسز، اعملها دراج واحطها في نيوك هكذا، اختار كل حاجة كنترول اي او كمان اي واحط حرف ال، حتى ينظم لي اياهم. مش كل مرة بنظم لك اياها بالطريقة اللي انت حبيتها، لذلك كن حذر باستخدام حرف ال. طيب خلينا نشوف ماذا عندنا. عندنا الباسز هذه. مرة تانية إذا ما كنتش عارف ما هي الباسز، ممكن تروح على قناتي في اليوتيوب، هناك وعملت شرح يعني عن الباسز في نيوك وفي أظني الفوتوشوب، وبرضو في نفس الشرح عملته بالآفتر إفكتس. طيب نشوف الباسز اللي عندنا. عندنا اللي هي Ambient Occlusion، وعندنا اللي هي Color ID. طبعا لما اختار النود واحط حرف يعني قصدي اي رقم من الارقام 1 2 3، بتصل لي بالفيور، والفيور هو متصل بالشاشة فيسمح لنا نشوفه. طيب نختار الباسكت هذا، الشادوز والبيوتي والمات. ما اظنش راح نستخدم البيوتي، قصدي المات هذه، لانه هذه بنستخدمها بدل الالفا، لكن من حسن الحظ انه عندنا في البيوتي نفسها اذا حطيت حرف اي والماوس هنا في الفيور طلع لي ليها الفا اصلا، فمش ضروري نعملها الفا. طيب هذه الباك جراوند. طبعا رفعنا لكم الصوره واحده، ما رفعت لكمش الفيديو كامل، لانه الفيديو المفروض انكم تكون يكون عندكم اصلا، لانه احنا رفعنا لكم الفيديو في صفحه 3D region قبل فتره. هذا الكلر اي دي تاع سمكه القرش، ممكن نستخدمها حتى نتحكم بالالوان تاع سمكه القرش. هذه الامبيت انكلوجن تاع سمكه القرش والموجات، لكن مش نضيف مش نضيفه، فمش راح نستخدمها. هذا الخيال تاع سمكه القرش، وهذا الكلر اي دي تاع اليافطات، وهذا النورمالز اظني تاع ال ار جي بي. هذا النورمالز تاع الموجات تاع سمكه القرش. طيب نبدأ بسم الله. أول حاجة ننظم الشجرة، يسموها tree، في النود جراف هنا. أنا حطيت سبيس بار حتى يعني النود جراف يعني كبر لي على حجم الشاشة. فأخذت الباك جراوند هذه حطيتها في الفيور واحد، وراح نبدأ بالنظام هذا. أول ما راح نبدأ إن شاء الله نبدأ بالبيوتي. شيل هذا نحطهم على جنب، خليني أرتبهم أول حاجة حتى يسهل إني أتعامل معهم. طيب سبيس بار مرة تانية. الظاهر إني دوست البلو شانل. لما تدوس حرف R يطلع لك الريد شانل أو القناة الحمراء، جي القناة الخضراء، بي والقناة الزرقاء. طيب
الميرج نود. الميرج نود هو ال يعني حتى تعمل ميرج بين نودين او صورتين او فيديوهين. طيب بما انه هذه فيها الفا اصلا فممكن نعمل لها ميرج بالباك جراوند بسهوله. طيب نختار اول حاجه البيوتي، وبعدين نختار الباك جراوند، بعدين نحط ام فتوصل لي بطريقه اوتوماتيكيه، لانه حبيت الصوره اللي فيها الفا دائما تكون A، والصورة اللي يعني الباك جراوند بتكون بي. ممكن طبعا تعكسهم من المناطق هذه، لكن هذه هي الأساسية. بطريقة تانية مثلا تحط حرف ام هكذا، تختار الاي تحطه في البيوتي، وتختار البي تحطه في الباك جراوند، تختار الفيور تحطها في آخر حاجة هكذا. المهم النتيجة هي واحدة. طيب هذه هي النتيجة، شايفين انه لسه ما فيهاش الخيال او الحاجات التانية. فنذهب الى الخيال تاع هذه تاع الباسكت، فاخترت الباسكت شادو نود، باسكت شادو هكذا. طيب الباسكت شادو ليها خاصية لوحديها. مثلا لما طلعت لنا المعلومات من المايا، انا اخترت النود وراح ادوس رقم 2 حتى نشوف الخيال. ها هنا نلاحظ انه لما طلعت لنا المايا طلعت لنا بقناة واحدة مثلا، اللي هي قصدي بلون واحد اللي هي القناة الاحمر. اذا حطينا الريد هكذا نلاقي بالابيض والاسود، لازم نستخدمها زي المات. اذا رحنا على الجي تكون فاضيه، والبي برضو فاضيه، اذا رحنا على الاي برضو فاضيه، اللي هي الاي اللي هي الالفا. طيب نرجع للريد. فالحاله هذه نرجع لرقم واحد. في الحاله هذه اول حاجه انا في عده طرق انك تعمل خيال، لكن استخدم الكالر نود، دوست حرف سي وبعدين حطيته في الشجرة، اختار الماسك هكذا وحطه في الباسكت. طبعا راح يطلع لي ايرور الان لاني ما حددتش من فين حبيت اخذ المعلومات. طيب الان لما حطيت الماسك في الباسكت اروح على الكالرز color correct node هنا، وروح على range وبعدين في الماسك هنا نذهب الى RGBA red، نقول له استخدم لي القناة الحمراء على اساس انها ماسك، واللي هي قلنا المعلومات في اللي طلعت لنا من مايا طلعت لنا في القناة الحمراء فقط. حطيت الريد هكذا فالحاجات رجعت طبيعية. اجي على الكالر كوركت هكذا واروح على الجين او الجاما، واحدة منهم. راح استخدم الجين انا واهبط في الارقام هنا قليلا. نلاحظ انه طلع لنا الخيال هكذا. طبعا ممكن احنا ممكن نقارن بالخيال اللي ها هنا، هكذا. اوكي خيال اصلا جاي على حمار، ممكن لاني ما حبيتش اعقد الدرس، لكن ممكن تروح على الجاما وتغير اللون الاحمر قليلا هكذا، تحطه على حمار هكذا، يعني تعمل له ايش تنسيق على اساس انه يطابق الخيالات اللي حوالينها. طيب شايفين فراغ ها هنا والفراغ ها هنا، هذا ممكن نعالجه بال ambient occlusion اللي هي هذه. نروح ها هنا نحطها تحت الشادو حرف H حتى تعمل لك fill للسكرين ها هنا، او حرف F حتى تعمل لك fall. طيب ال ambient occlusion راح نعملها نفس الطريقة ها هنا، لكن ممكن انسخ هذا، اعملها command copy command v، اختار الماسك هكذا وحطها على الامبيت اوكلوجن. طبعا الامبيت اوكلوجن
اللي هو في الماسك اللي هو في الار جي بي ار جي بي خليني اتاكد منها ار جي بي فقط الار جي بي. ف دبل كليك على الكالر كوركت الثاني رقم 2 وروح على الرينج وروح على الماسك بدل من الريد احطه على الار جي بي اي هكذا لانه ما فيهاش الفا عفوا فقط اروح على الريد زي ما هي. لكن هي اصلا موجوده. طيب الان نختار الكالر كوركت رقم 2 ونعمل له ديسيبل بحرف الدي يعني نشيلها هكذا شوف الفرق يعني صلحت قليلا. اوكي لسه انا شايف في فراغ هون هذه ممكن نعدلها عشان هكذا انا عملت لها يعني ماسك لوحدي الكالر اي دي. هذه ممكن نفصل السله عن الخلفيه ونضبط في السله. طيب نرجع لموضوعنا ها هنا نشوف ماذا ناقص في الصورة. طبعا ناقص أشياء كثيرة لكن نأخذها واحدة واحدة. نحط بعدين بنفس الطريقة ممكن تحطوا الخيال تاع أنتم لوحديكم خيال تاع الشارك ونعم خيال تاع الشارك. الآن راح نأخذ فاصل قصير وأرجع لكم بعد شوي إن شاء الله. أخي الحبيب، أتريد أن تحيا في ذمة الله؟ أتريد أن تكون نشيطا طيب النفس في يومك؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنك إذا قمت فصليت الفجر تصبح نشيطا طيب النفس، وإذا ركبت تصبح خبيث النفس كسلان، فلا يطلبك الله من ذمته بشيء. لا تدري متى يحضرك الموت، ربما يأتيك من يومك من غد وأنت لم تصلي الفجر، فماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ السلام عليكم مرة أخرى. الآن خلينا نعالج السلات هنا أول حاجة بعدين ننتقل لباقي الصورة. طيب زي ما قلت لكم قبل شوية أنا عملت ماسك هنا للسلات فقط، فحبيت أحط الماسكات هذه أنقل هذه الماسكات إلى القناة نفسها اللي هي الكالا ID هذه أنقلها للقناة نفسها. طيب كيف أعمل ذلك؟ بحاجة اسمها شافل كوبي. شافل كوبي ممكن تحط تاب وتحط شافل هذه هي شافل كوبي هكذا نفصلها. هذه هي شافل كوبي. شوف الكاب أول حاجة تحطها في الشجرة هكذا وتختار رقم واحد تحطها في الكالا اي دي ممتاز. الآن دبل كليك على شوف الكابي وإحنا شايفين شوف الكابي ها هنا في البروبرتيز. القناة رقم 2 اللي هي القناة الرئيسية القناة هذه حبيت اخلي كل معلومات تجري زي ما هي فاللي هي RGBA قناة 2 RGBA RGBA زي ما هي. القناة تاع الرقم 1 حبيت فقط اخذ القناة الخضراء اللي هي G هكذا وحتى تعمل لي ماسك للسلة. طيب نرجع لل RGBA ونرجع للقناة الواحدة نركز هنا على الشيب الكوبي فنختار هنا من ال RGBA نختار ونحط هذه قناة جديدة هكذا نسميها basket color ID ندوس هذه RGBA حتى نعمل القنوات هذه هكذا دوسنا. اوكي بعدين نحطها هنا RGBA. الان عملنا قناة جديدة في نيوك وسميناها Basket Color ID حتى نشوف نوصل هذه هكذا. احنا الان على الشاشة الرئيسية والشجرة الرئيسية
هنا القنوات، نشوف هل فعلا طلعت لنا color basket ID. نروح على color basket ID هنا ونلاقي هذه هكذا. إذا دسنا G فصلت لنا السلة عن كل حاجة تانية. كيف أستخدم هذه الآن؟ مثلا أروح على حط نود اللي هو color grade، اللي هو grade، حطيت حرف G طلع لي color grade. كبر هذه قليلا حتى تشوفوها. color grade مثلا حبيت أغمق، قلت هذه شوية فاتحة زيادة عن اللزوم، حبيت أغمق السلة. فإذا حطيت color grade في القناة في الشجرة هنا وغمقت الجاما مثلا أو الجين، الصورة كلها راح تتغير زي ما احنا شايفين هكذا. فحبيت أغير في الجاما لكن في فقط السلة، بروح هنا على channels وأختار من ال RGB، أحط أروح على ال color basket. الآن إذا رحت على الجين هكذا وغيرت، أو عفوا ال مش channels، channels اللي هي RGBA أو RGB الماسك، تروح على الماسك وأروح على الجرين، الباسكت كولر كانت في الجرين، فأروح على الجين مرة تانية هكذا وأغمق، فنلاحظ أن السلة هي فقط اللي قاعدة تتغمق. ممتاز. أنا استخدمت الجريد لكن ممكن أستخدم الكولر حتى هو عندي تحكم أكتر. حطيت حرف سي مرة تانية وبعدين أروح على الرينج، أروح على الماسك، وروح على الجرين، وارجع على الكالر كوريكت، وروح على الهايلايتس، وروح على الكونتراست في الهايلايتس، وهبط من الهايلايتس قليلا زي ما احنا شايفين. اذا اخذت النوت تاع الكالر كوريكت وعملت له ديسيبل، نلاحظ هنا انه في فرق، يعني الالوان فاقعه كانت، لكن برضو ممكن ارجعها قليلا هكذا. وروح على الماستر هنا وانزل من الجين مرتين زي ما قلت لكم. طبعا انتم ممكن تاخذوا وقتكم في وتبذلوا جهد اكثر حتى تصلحوا الالوان والاشياء الثانيه. طيب احنا راح نوقف الحلقه لغايه هنا، وبعدين الحلقه الجايه ان شاء الله نكمل معكم. لمشاهده بقيه الدروس تذهب الى 3dregion.com، وهناك ممكن تلاقي الدروس مفصلة على حسب نوعيتها. للتفاعل للأسئلة والمشاركات تذهب إلى facebook.com/saltmedia. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.